بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد العابد الورع ناصر الدين مفتي الشام ذو الفضل محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي قدس الله النووي قدس الله روحه ونور ضريحه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه القراءة في الأربعين النووية وهي لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي أو النواوي، وهو المولود سنة 41 و600 ومتوفى سنة 76 و600 بنوى من أعمال دمشق، والنسبة إليها النووي أو النواوي، النسبة لها النووي أو النواوي. وهذه هي المقدمة، هي من كلام النساخ وليست من صنعة المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. وهو درج على ذلك جمع 40 حديثا، وهي في الحقيقة عبارة عن 42 أو 43، ولكن على ما درج عليه العرب أن ما زاد عن ألفاظ العقود من دون الخمس فإنهم لا يعدونه، وذلك لهم فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ربعة من القوم، ثم قال: بعثه الله على رأس 40 سنة، فمكث بمكة 10 سنين، وإلا هي مكث بمكة 13 سنة كما من حديث ابن عباس عند الترمذي في الشمائل، لكنه ما زاد عن لفظ العقود دون الخمس فإنهم يهملونه، حتى قال: وتوفاه الله وهو ابن 60 سنة، والنبي وفي عليه الصلاة والسلام ابن 63 سنة، لكن على نفس هذا النسخ وعليه درج. وأيضا أنه جمع في هذا الكتاب لأن الأربعينيات كانت منتشرة، يعني كان يجمعون 40 حديثا مثل 40 البلدانية، 40 التيمية، 40 النسائية إلى غير ذلك. لكن مما يجب تحريره أنه لم يصح في فضل 40 حديثا حديث، ولكن يقولون من جمع عن أمتي أو حفظ عن أمتي 40 حديثا دعي يوم القيامة مع الأنبياء والشهداء. نقول لم يصح في جمع 40 حديثا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن هي طريقة مختصرة وطريقة جيدة يجمع فيها من الأحاديث التي تدل على مباني الإسلام العظيمة كما سيسميه. نعم. بسم الله عليكم. خطبة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: بعثه الله تعالى فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود: قيل له أدخل من أي أبواب الجنة شئت، في رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وهذا الذي تم تحريره، وهذه مقدمة الكتاب، بدأ فيها بالبسملة على ما بدأ به كتاب ربنا تبارك وتعالى، ثم الحمد لله، ثم الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه الأحاديث على ما تعددت بها الطرق، لكنه في كل طريق لا يخلو من علة قادحة فيه، كل طريق من هذه الطرق عن أبي الدرداء وعلي وعائشة وأبي وغيرهم رضي الله عنهم وصحبه أجمعين، لكن لا يخلو طريق من هذه الطرق بعلة قادحة تمنع أن يصل لدرجة الحسن وإن اجتمعت كل هذه الطرق. لكنه أراد أن يبين رحمه الله أنه درج على ذلك فيما يريد به
أن ينفع به المسلمين، لكن لم يصح في فضل جمع 40 حديثا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيخنا ما يقولون يقوى بمجموع طرقه يعني. هذا اللي ذكرناه وقلنا نعم يتقوى الحديث الضعيف بمجموع الطرق إذا كان الضعف ضعفا منجبرا، أما هنا الضعف غير منجبر، علة قادحة إما من راو كذاب أو من راو ضعيف ضعف شديد أو من انقطاع أو من إرسال، فكل هذه قوادح من علل من القوادح لا ترقى به إلى درجة الحسن. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. أنا أحصيت يعني لي تحقيق على هذا الكتاب، حققناه وقرأناه في مجالس للسماع ولم يطبع إلى الآن، فمما تم إحصاؤه في الأربعينيات التي جمعت تصل إلى قرابة 1000 مصنف، لكن سبحان الله أشهرها هو الذي بين يدينا 40 النووية. ولذلك قيل الإمام مالك يا إمام كثرة الموطئات، كل بقي ألف موطئات موطئات، قال يا بني لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. فهناك موطئات غير موطئات الإمام مالك، لكن إذا قيل الموطأ فمالك النجم خلاص، المسانيد كثيرة، لكن إذا قيل المسند فأحمد النجم رضي الله رحمة الله على السلف أجمعين. فهكذا فيبقى 40 نووية هو أشهرها على الإطلاق، بل هناك من الأربعينيات من استمر صاحبه في تأليفه 5 سنين، 40 البلدانية، وأيضا لي فيها تحقيق 40 البلدانية هبة الله ابن عساكر استمر في تأليفه 5 سنوات مقدار رحلته، وهو عبارة عن 40 حديثا عن 40 شيخا في 40 موضوعا من 40 بلدا، يعني لف 40 بلد طول 5 سنوات هذه يطلب العلم فيها ويأخذ حديث عن أصحابها. بدأ بمكة ثم المدينة الحجاز يعني، وبعدين مصر، العراقين، البصرة والكوفة، الري اللي هي طهران الآن، خراسان، لف. ولذلك اختصار يسمونه 40 البلدانية، 40 البلدانية، وكتاب ماتع جدا وعجيب سبحان الله. فأول من علمته، وأيضا هناك جمع طيب كتاب اسمه 40 الرياضية، كتاب اسمه 40 الرياضية، 40 الرياضية جمع فيه صاحبه 40 حديثا في الرياضة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر بن محمد، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدارقطني والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء. وهذا من فوائده الشيخ رحمه الله، وهي الاستخارة من حديث جابر عند مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، فإذا هم قال أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليدعو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر يسميه باسمي خير لي في ديني ومعاشي، أو قال عقبة أمري وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كان هذا الأمر يسميه باسمه شر لي في ديني ومعاشي أو وعقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجل فاصرفه عني واصرفني عنهم وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. والاستخارة لها آداب، من آدابها أنها تسبق بالحمدلة والصلاة على النبي ثم الدعاء، وتختم بقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما دلت مجموعة طرق هذا الحديث. هذه واحدة. الأمر الثاني أن أكمل الاستخارة ما كان صلاة ودعاء، فإن ضاق بك الوقت صحت بالدعاء،
يعني عندك أمر في استخارة في الوقت وقت نهي أو وقت كراهة مغلظة عن الصلاة النافلة، ولا بد أن تذهب لاستخارة لهذا الأمر، فيجوز أنك هنا تكون الاستخارة عبارة عن إيش؟ عبارة عن دعاء، لكن الأكمل أن تكون صلاة ودعاء. وقال دون الفريضة، يعني يجوز إن هنا أنك تصلي سنة وضوء أو تحية مسجد وتجعل معها نية إيش؟ الاستخارة. والدعاء يكون بعد الانصراف من الصلاة برفع اليدين، بعد الانصراف من الصلاة برفع اليدين. ويجوز أن تعدد الاستخارة، وإن كان كرهها بعض العلم قالوا تكفي استخارة واحدة، لكن الشيخ بن باز يقول يجوز أن تعدد الاستخارة في الموضوع الواحد حتى يستريح قلبك وينشرح لذلك. ولا يشترط الرؤية، وإن كانت لا مانع إنك إذا استخرت أنك ترى رؤية، لكن نعتب ونلاحظ على من يقول إن لابد إنك أنت يحصل لك في الاستخارة إنك أنت يلزمك إنك ترى إيش؟ رؤية، ودون ذلك استخارتك ما هي صحيحة. لا، نقول ليس كذلك. كيف تعرف الاستخارة صحيحة؟ إما إنك أنت تقبل في الأمر أو إنك أنت تحجم عن إيش؟ عن الأمر. وقال الشيخ بن باز في فتاواه رحمه الله: ويجوز في الاستخارة الواحدة أن تعدد مجموعة من الأمور، يعني اللهم ما كنت تعلم زواج ووظيفة وسفر، كل ما كنت تعلم فيه صلاة إيش؟ استخارة واحدة، وإن أفردت كل موضوع باستخارة فلا حرج. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الأدب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. ونريد أن نبين هنا ما الحظ، وهي قوله رحمه الله: العمل بالحديث الضعيف، فليس هذا على إطلاقه كما حرره أهل العلم، وذكر منه نبذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في طرة شرح الأصول الثلاثة، وقال: والحديث الضعيف إنما يبين ضعفه، ولا يعتقد أن النبي قد قاله عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الضعف ضعفا منجبرا يتحسن مجموع الطرق يعمل به، وإن كان دون ذلك ففي الحديث الصحيح غنية وكفاية، فالحديث الصحيح غنية وكفاية. وهذا ما درج عليه المصنف الآن، ذكر هذا الحديث، وإن كان فيها سيمر معنا بعض أحاديث ضعيفة فيما قال، وأيضا حذف أسانيدها ليسهل، ثم بين منها ما كان من ألفاظ الغريب. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل في مجالس القادمات القابلات بإذن ربنا، فاطر الأرض والسماوات تبارك وتعالى، نكمل ونبدأ في هذه الحديث في مجالس قابلة إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.